التي تطالب في بها البداية واشنطن. تحية لك وللسادة المشاهدين. تأتي هذه الزيارة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إلى المنطقة استنادا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تريد أن تؤكد واشنطن أنها ضمن النفوذ الحيوي الدولي الأمريكي. وجاءت هذه الزيارة ما بين المملكة العربية السعودية ومن ثم إلى تل أبيب، وهذا مؤشر واضح على أن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تحالفها الاستراتيجي والمفاوضات من أجل صفقة ما بين الرياض وواشنطن تأخذ بعين الاعتبار مشروع حل الصراع العربي الإسرائيلي والسير قدما في حل الدولتين وفق المتطلبات التي تطالب بها المملكة العربية السعودية. القضية الأخرى هي زيارة تل أبيب واللقاء مع رئيس وزراء إسرائيل والرئيس الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي أيضا، ولكن حتى اللحظة لا يوجد أي رؤية مستقبلية لدى مؤسسات القرار في تل أبيب لمستقبل قطاع غزة، لا لدى نتنياهو شخصيا ولا لدى بيني جانس أيضا ولا لدى المعارضة الإسرائيلية، حتى أنهم يرفضون بالإجماع عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. ليس هذا فحسب، هناك تصويت جرى داخل الكنيسة الإسرائيلية، 99 عضو من أصل 120 صوتوا برفض الاعتراف بأي دولة فلسطينية مستقبلية. لذلك هناك رفض لأي كيان سياسي مستقبلي فلسطيني من قبل المؤسسات الإسرائيلية والقوى الفاعلة، ليس بيمين نتنياهو وحده أو حكومته اليمينية وحدها. هناك شبه إجماع لدى الشارع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي على رفض الكينونة السياسية الفلسطينية المستقبلية. لذلك نرى هذا الرفض الكبير في الحديث عن مستقبل قطاع غزة وما هي الاستراتيجية لليوم التالي للحرب، في ظل إصرار عربي وأمريكي وأوروبي أن يكون هناك خطة مستقبلية لمستقبل قطاع غزة. ولكن كما يبدو أن بنيامين نتنياهو ومؤسسات القرار في تل أبيب تسير نحو السيطرة الدائمة في قطاع غزة والسيطرة الأمنية الدائمة، إضافة إلى ذلك إقامة الميناء البحري الأمريكي والتواجد العسكري الأمريكي هو لنظرة مستقبلية في ظل الصراع على مياه المتوسط ما بين الروس والأمريكيين ووجود هذا التواجد الأمريكي العسكري في مياه شرق المتوسط. طيب، في ظل الخلافات المعلنة والضغوط الأمريكية المعلنة وما نشاهده على بنيامين نتنياهو بمسألة مستقبل قطاع غزة، بمسألة المساعدات وما إلى ذلك، وحتى مسألة التطبيع مع السعودية وما يحمله هذا الملف من شروط، إلى أي مدى سيخاطر نتنياهو بعلاقاته الدولية خاصة مع واشنطن؟ واليوم المنطقة، أو نحن نتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية على أبواب الانتخابات أو خلال موسم الانتخابات. نعم، العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هي علاقة مؤسساتية قائمة على أساس تحالف مؤسساتي بين المؤسسات في الدولتين. لا يوجد خلاف حقيقي بين واشنطن وتل أبيب، يوجد تباين في وجهات النظر. واشنطن متفقة على تحقيق أهداف الحرب التي أعلنتها تل أبيب، ولكن التباين هو على أولويات هذه الحرب وآلية تحقيق أهداف هذه الحرب. على سبيل المثال، تطالب واشنطن حتى اللحظة أن يكون هناك خطة لتجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين في رفح، وأن يكون هناك خطة لليوم التالي لقطاع غزة بعد هذه الحرب. تل أبيب ترفض ذلك حتى اللحظة، ولكن في الأشياء العامة هناك توافق أمريكي إسرائيلي على ذلك. أضف إلى ذلك أن الانتخابات الأمريكية وهذا التنافس المحتدم ما بين ترامب وبايدن على الانتخابات الرئاسية في كل استطلاعات الرأي، نعم يتقدم ترامب، ولكن يتقدم ترامب على الرئيس بايدن بفارق 1% فقط. إذا ذهبنا إلى نسبة الخطأ في الاستطلاعات فقد تكون النتائج متساوية أو يكون العكس من ذلك. ما يحدد توجهات الناخب الأمريكي هي الاعتماد التراكمي وليس لحظة آنية أو لحظية للانتخابات. إضافة إلى ذلك القضايا الداخلية فيما يتعلق ب
الاقتصاد، الرواتب، مستوى المعيشة، الضرائب، الغلاء، مستوى الدخل القومي، كل هذه هي القضايا الأساسية التي تلعب أساسا في التأثير على رأي الناخب الأمريكي. بينما السياسة الخارجية، عندما نتحدث عن السياسة الخارجية نتحدث عن العلاقة مع الدول الكبرى، العلاقة مع المؤسسات الدولية ومع القانون الدولي ومع الحلفاء والأصدقاء والحروب التي تحدث يعني أمام نتنياهو مساحة دكتور حسين، أفهم بأنه مساحة أمان لتجاهل المطالب الأمريكية. في نقطة أخيرة يعني اعذرني على مقاطعتك، نتجه إلى أيضا الضغوط الداخلية الإسرائيلية، في احتدام وصراع في الداخل الإسرائيلي، خاصة نحن نتحدث عن غانتس، ونتنياهو غانتس هدد بالانسحاب يعني من الكابينة الحرب خلال عملية رفح، هل ممكن أن يفعلها؟ حتى بيان يعني مكتب نتنياهو تساءل هذا السؤال، من سيطيح بمن، غانتس أم نتنياهو؟ قبل غانتس أعلن يؤاف جالانت وزير الحرب الإسرائيلي موقفه من نتنياهو. وصفت الصحافة الإسرائيلية أن جالانت وهو من حزب اليكود ينقلب على بنيامين نتنياهو. جاء إعلان غانتس ليكمل هذا الخلاف الكبير في الساحة السياسية الإسرائيلية ويعطي حتى 8 من الشهر المقبل. غانتس الآن يتراجع في استطلاعات الرأي، كان بداية الحرب 38 مقعد، اليوم نتحدث عن 29 مقعد. غانتس يبحث عن خروج آمن من مجلس الحرب ومن هذه الحكومة. قد يشكل انسحاب غانتس بداية الشهر المقبل تغير حقيقي في مجريات الحرب ويفرض المزيد على الضغوط من على بنيامين نتنياهو، والشارع الإسرائيلي سيتوجه إلى الضغط من أجل انتخابات مبكرة ومظاهرات ستطيح ببنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من القدس الدكتور حسين الديك، خبير بالشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك.